السلام عليكم ورحمة الله. هنفترض إن في إنسان أساء إليك وظلمك وجاء عليك شويتين، وبعد كده جالك قال لك يا فلان أنا أخطأت في حقك، أنا أسأت إليك، ممكن تسامحني؟ فأنت جزاك الله خيرا قلت خلاص المسامح كريم وسامحته، لكن أنت في نفس الوقت مش قادر تحبه، مش قادر تتقبله على الرغم اللي أنت سامحته وقبلت اعتذاره. طيب تعالى كده، لو في إنسان أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي، عمل كل حاجة وبعد كده جه ربنا وقال له يا رب أنا آسف، أنا أخطأت، يا رب سامحني، يا رب أعفو عني، يا رب توب علي واقبل توبتي. هنا السؤال، يا ترى ربنا يعمل معاه إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يغفر له، ده مش بس كده، ده يبدل سيئاته حسنات، برضو مش بس كده، ده ربنا يحبه ويفرح بتوبته ويتودد إليه. اقرأ كده معايا، وهو الغفور الودود. ابن القيم رحمه الله تعالى بيقول من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. يعني أنت لما تعرف ربنا صح لازم تحبه. ومنك المزيد سأقبل يا خالقي من جديد.